تنفيذا للتوجيهات الرئاسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية بتنظيم أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة الإسماعيلية بقرية الضبعية. ضمت القافلة العديد من التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية وكذا توزيع صناديق غذائية ومفروشات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً. قوافل هدفها طبعا التوعيه والتعليم للاطفال، وقافله طبعا الصحيه للكشف عن الامراض لاهالينا في محافظه الاسماعيليه، طبعا بالاضافه الى توزيع المساعدات على اهالينا طبعا اللي هم ذوي الاحتياجات من يعني بينطبق عليهم الحالات اللي هي بتاعت التضامن الاجتماعي. طبعا احب اشكر النهارده كل اهالينا المتواجدين في هذه القافله وهم اللي نجحوها، واحب طبعا اشكر التحالف الوطني اللي بيعمل طبعا تحت قياده تحت طبعا توجيهات القياده السياسيه. طبعا قافله ستر وعافيه بتعتبر من احد المبادرات اللي تبنتها كيانات التحالف. بقى دلوقتي دي القافله ال11 وصلنا لمدينه الاسماعيليه وتحديدا في قريه الضبعيه، كان لها وضع مختلف، بدانا نجهز لها من فتره فاتت بحيث ان احنا يبقى في تهيئه مجتمعيه سواء للاحتياجات الخاصه بالتوعيه في المكان هنا، راعينا السن العمري الخاص بالاطفال هنا عشان يبقى في مهرجان للاطفال برسائل توعيه مناسبه ليهم. بنوزع كراتين سرع غذائيه على اهالينا المستحقين، طبعا ده بيتم من خلال ان احنا بننزل نعمل تهيئه للمجتمع وبنشوف اهالينا المستحقين وبنوصل لهم لحد عندهم، وبنطوف مع التحالف الوطني كل محافظات مصر بفضل الله تعالى. واحنا النهارده في مدن القناه في الاسماعيليه بنوزع بطاطين ان شاء الله على اهالينا واخواتنا، ونقول احنا كلنا مكملين ضمن المبادره بتاع سياده الرئيس، وان شاء الله باذن الله مع التحالف هنوصل لكل اهالينا في كل مكان باذن الله.